كل الناس يسعى في هذه الدنيا باحثا عن رزقه، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن بعض الناس طرق باب التجارة بحثا عن رزقه، وبعضهم طرق باب الخدمات بحثا أيضا عن رزقه. العجيب أن بعض الناس قسم الله له رزقه عن طريق هواية من الهوايات يحبها. تابعونا في رمضان في برنامجكم باب رزق، كونوا معنا. باب رزق بتشوفونا إن شاء الله طول الشهر الفضيل.